كانت مشاركتنا تقديم الدعم الكثير من مقدمي خدمة والراغبين بخدمة الامتياز، أبرزها كان من قطاع المطاعم والكافيات والعناية بالسيارات. هو القيمة المضافة فيها تعزيز العلاقة بين مقدمي الامتياز والراغبين بالامتياز نفسه، أيضا المساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرازهم والأخذ بهم وتوجيههم بسلك أفضل الممارسات. أنا أحرص أخواني وأخواتي رواد ورائدات أعمال خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يهتموا برفع القيمة السوقية لشركتهم. الاهتمام برفع المبيعات والإيرادات من خلال الحرص على رفع القوائم المالية لكي تكون مغرية ومحفزة للحصول على الامتياز، ولها طرق كثيرة ومن أمثلتها الانتشار تحسين تجربة العميل والأبسيلينج وتطوير المنتج والابتكار.